أنا أحد طلاب العلم وأحضر دروسكم، وقد أنكر علي أحد الإخوان عدم الردود على المخالفين ويقول لا تشغل وقتك في تبيين الخطأ على المخالف، وأنا أحضر الدروس عند العلماء وأنا أنقل أقوال أقوال العلماء في الرد على المخالف، فهل أنا على صواب أم لا؟ ما دام أنك طالب علم فاشتغل بطلب العلم لا تشتغل بالردود. الردود ما يقوم بها إلا العلماء اللي يعرفون الخطأ ويعرفون كيف يردون ويعرفون مناسبة الرد وعدم مناسبته، فأنت طالب علم اشتغل بطلب العلم وخل الردود لأهل العلم المتمكنين. نعم.